البخار بقى جاهز، لعلى البخار تعالوا نقدمها. هنعمل البونزو صوص، انا وعدتكم حتى لو الوقت هيخلص هنعمله. البونزو صوص عباره عن صويا صوص لايت، لو قلنا ربع كوبايه عشان تعملوا ازازه كله ربع كوبايه، يعني ربع صويا صوص لايت خفيفه، ربع عصير برتقان، ربع عصير ليمون، ربع خل الرز، بس لو ما فيش خل الرز خل عادي. وهي دي البونزو صوص، تشتروها بازازه قد كده ب 300 400 جنيه لانها مستورده من بره، وهي طعمها خطير، برتقان وليمون. يعني تيجوا نقدم بطريقه لذيذه الخليط اللي عملناه ده مع الستيم، هحطه في طبق كده، وهناخد الحبايتين. بص تقديمات المطاعم بقى، حبايه كده والثانيه، حلو. سيمرنج ان ذا صوص، بعدين نقوم واخدين عليهم سمسم ونحط لهم شويه سبراوتس كده. ده اللي بيعلي السعر كتير، ها الضعف الحركات دي.